أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قالت مصادر عسكرية إن حافلات تقل مقاتلي داعش وصلت إلى منطقة يحتلها مقاتلو التنظيم في محافظة دير الزور السورية بعد أن أطلق أفراد التنظيم سراح أسير من ميليشيا حزب الله اللبنانية. وقتلت قوات التحالف الدولي عشرات من مقاتلي داعش الذين حاولوا الابتعاد عن الحافلات والهروب منها. قصفت طائرات القوات العراقية نقاط تفتيش وأهدافا لأفراد تنظيم داعش في قضاء الحويجة، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة استطاعت الضربات الجوية أن تقتل مسؤول التحقيقات في داعش المدعو أبو عمر العراقي أثناء تواجده في أحد مقار التنظيم وسط المدينة. تعتزم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نشر حزمة كبيرة من بيانات أسامة بن لادن التي تم احتجازها في عام 2011. وأكد مدير الوكالة أن الحديث يدور عن ملايين الوثائق الورقية والإلكترونية، من ضمنها مراسلات بين بن لادن وأسرته ومذكرات حول عمليات التنظيم. أحبطت السلطات الفرنسية 12 محاولة اعتداء إرهابي في فرنسا منذ بداية هذا العام بحسب ما صرح به وزير الداخلية الذي حذر من أن التهديد يبقى قوياً. وأفاد الوزير بأن من ضمن الاعتداءات غير المعلنة التي تم إحباطها مخطط لهجوم في شهر أيار مايو الماضي على مدرسة تدريب للقوات الجوية. أجرت كوريا الجنوبية مناورة بالذخيرة الحية، هي الأولى من نوعها التي تختبر فيها صاروخاً من نوع كروز يطلق من الجو. وتتوقع كوريا الجنوبية أن تعزز المناورات الأخيرة من قدرتها أمام جارتها الشمالية في حال اندلاع حرب بينهما، خاصة في ظل تصاعد حدة التوتر مؤخراً. دعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف في ميانمار، حيث تتعرض أقلية الروهينجا المسلمة لتطهير عرقي. وطلب المجلس سلطات ميانمار بتعليق الأنشطة العسكرية وفرض احترام القانون في ولاية راخين. أدى مدير شركة علي بابا الصينية جاك ما رقصة مستلهمة من المغني الراحل مايكل جاكسون خلال حفلة لموظفي شركته. ويقيم جاك ما الحفلة كل عام ويحضرها نحو 40,000 من موظفي الشركة، وتعد شركة علي بابا أكبر شركة في الصين للتجارة الإلكترونية.